يعني المفروض لهم ياخدوا واحده، ده مشروع دستوري مهم جدا كلنا لازم نشارك فيه. حضرتك شايفه ازاي العمليه اول يوم؟ الحمد لله ما شاء الله شايفه اعداد كبيره جدا وكله متحمس يعني. ترد على المقاطعين اللي تتكلم عن الوزير؟ لا كله لازم كله يشارك ويقول رايه يعني مهما كان الراي ايه، بس لازم كلنا نشارك. معالي الوزيره حضرتك شايفه النهارده بس مشاركه في اختيار الرئيس، ولا النهارده بنوجه رساله اخرى للعالم؟ هي رساله للعالم من كل المصريين، احنا المهتمين ان احنا نشارك، احنا ده مشروع دستوري مهم جدا لازم كلنا ان احنا نمارس حقنا في المشاركه، وده هيكون بالتصويت. المشاركه النهارده في الانتخابات بتعكس ايه؟ المصريين كلهم يد واحد، نقطه مهمه جدا، ومن حق كل مصري يقول رايه في اختيار القائد بتاعه، وبيبص على الانجازات وما تم. والحمد لله صراحة الفترة اللي فاتت، يعني أنا مش عايزة أتكلم كوزيرة، أنا بتكلم كسيدة مصرية ومواطنة، أنا جاية مع أسرتي هنا، إحنا كلنا هنتكلم. طب زي ما زميلتي قالت، الأثر ده على الاستثمار؟ طبعا ده ليه دور مهم جدا على الاستثمار وعلى الوضع الاقتصادي عموما. إحنا بنتكلم على المستهلك، بنتكلم على القيادة، بنتكلم على برنامج اقتصادي مهم واصلاحات. إحنا كلنا الحمد لله شايفين نتايج مهمة جدا استمرار هذا البرنامج واستمرار الاصلاحات، لأن إحنا الهدف الرئيسي ان احنا نوصل احسن خدمه للمواطن المصري، واهم حاجه ان احنا نشارك في كل راينا.